مرحبا، أنا محمد جغبير. قبل 4 أو 5 سنين جبت مادة لسيارتي القديمة اللي هي السامسونج، كانت بنزين 2000 سي سي. جبت لها مادة فعليا أنا ما كنت مصدق كثير، لأنه قد ما عملوا عنها فيديوهات وصاروا يحكوا عنها فياجرا السيارات وما إلى ذلك. جبتها حطيتها بالسيارة، فعليا بعد 4 أو 5 دقائق من تشغيل الموتور خف صوت الموتور كثير، وفعليا الأداء اختلف 180 درجة بعد 500 كيلو. طبعا المادة مكتوب عليها كثير انه تحمي الماتور، وهي عبارة عن مادة نانو لكل المعادن اللي بتتحرك وبيصير فيها تحريك. ما زدت الموضوع الا لما جربت. لفت الايام ودارت الايام، جبت اليوم سيارة فورد فيوجن هايبرد موديل 2010. طبعا كثير ترددت على موضوع اني استخدم هاي المادة لهاي السيارة. بالنهاية قررت اني استخدمها وانقل تجربتي للمشاهدين. أنا لسه ما حطيت المادة. هاي المادة اسمها EZI Extra Power Loop. هاي المادة يا أخوان عبارة عن، بمصر بيحكولها وبالسعودية بيحكولها، عبارة عن فياجرا السيارات قد ما إنها بتحسن عمل المحرك. يعني هم كاتبين لك هون بالوصف إنه بيعمل على توفير البنزين 3.7 اللي هي 3.7%، بيعطيك بيزيد عدد الأحصنة 4.8%، وطبعا بيقلل من الاحتكاك الموجود داخل الموتور بنسبة 71%، طبعا وبيزيد عمر المحرك 38%. طبعا كل هاي الاشياء مكتوبه على خلف العلبه. طبعا انا شاري هاي العلبه عباره عن 500 مل. هاي العلبه بتكفي سيارتين. النص الاول استهلكه اخوي طبعا لسيارته البنزين، هي عباره عن دايو، تمام. واليوم انا النص الثاني بدي استخدمه لسيارتي الفورد فيوجن 2010. هاي التجربه بدي اقول لكم اياها زي ما هي بالتفصيل. راح نسمع صوت المحرك. اول شيء انا هسه رايح على الوكاله بدي اشتري زيت للموتور. بعد ما اشتري زيت للموتور راح نروح على الشاب اللي بده يغير لي زيت للسيارة. بدي اسمعكم صوت الموتور قبل ما اغير زيت، وبدي اسمعكم صوت الموتور بعد ما غيرت زيت قبل ما احط المادة، وبعدين راح نسمع صوت الموتور بعد الزيت وبعد المادة بعد التشغيل. طبعا الفكرة من هاي المادة انها بتقلل الاحتكاك بشكل مش طبيعي. طبعا مكتوب هون زي ما احنا شايفين، طبعا جربوها جامعة الملك فهد وأعطوها جارنتي وأعطوها إنهية. انسى هذا الحكي كله وانسى الشهادات، انا جربتها بنفسي على سيارتي القديمة زي ما حكيت، وطلعت نتائج صراحة بقدر احكي لكم 30% زاد باور السيارة. بدي اجربها على الهايبريد وبدنا نشوف، وراح اعمل فيديو بعد ما امشي في السيارة 1000 كيلو واحكي لكم عن تجربتي بالتفصيل. طبعا عشان احنا نكون عارفين، هذا الزيت او هاي المادة بتنحط بس للموتورات اللي اوريدي ما بدها صيانة. يعني الموتور عندك كويس بس فيه شوية صوت عالي، اداؤه مش كثير عاجبك بسبب نوعيات الزيوت الموجودة بالسوق. طبعا في 3 انواع، اللي هو اللون الازرق للسيارات اللي ماشي اكثر من 100,000 كيلو. انا سيارتي ماشية 219,000. رح احط لكم العداد، وبعد ما امشي 100,000 بعد ما امشي 1000 كيلو راح برضو اصور لكم عداد واحكي لكم عن التجربة. وفي اللون الاحمر اللي هو للسيارات اللي ماشي اقل من 100,000 كيلو، وفي الاخضر طبعا هذا لسيارات الغاز مش موجود عندنا بالاردن. وفي عندك منهم كمان منتجات اللي هو فلاشنج للموتور، وفي اشي لزيت الجير. انا بدي اجرب اليوم الزرقاء بما انه سيارتي ماشي اكثر من 100,000، وبدي احطها بالموتور ونقول لكم الصورة. بدنا نعرف شغلة، انه هاي المادة هم كاتبين لك انها بتضمن لك الموتور لغاية 200,000 كيلو. Protect engine up to 200,000 كيلو. Protect your engine to 200,000 كيلو. طبعا بدي اجربها، بدي انقول لكم بالتفصيل. خلينا اول شيء نروح على الوكالة ونشتري زيت الموتور، وبدي انقول لكم تجربة السيد مصطفى حسن. هذا الشاب مصطفى حسن هو شاب مصري له قناة على اليوتيوب بيحمل كل إشي له دخل بأعطال السيارات. هو اللي أقنعني صراحة بهاي المادة. بدي أحط لكم جزء من الفيديو تبعه عشان نعرف شو هو عمل فعليا. عنده هو ماكينة بتقيس نسبة الاحتكاك وبتخليك تعرف هذا الزيت قديش بيساعد على تقليل هاي النسبة، واللي هو أصلا الزيت موجود أصلا في السيارات عشان تقليل نسبة الاحتكاك. ف
فبلش جاب زيت من هالزيوت وحطه على هاي المادة، وزي ما احنا شايفين عماله هون بيحاول قدر الإمكان إنه يبلش يحط أوزان. بنهاية هاي التجربة لهذا الزيت الماكينة بتوقف رغم إنه ما حط كل الأوزان الموجودة عنده على الماكينة، ومنلاقي إنه القطعة الحديد اللي حطها نسبة التآكل فيها كثير عالية. فمسك إيزي باور وحطه بدل الزيت وبلش يحط أوزان، وزن على وزن على وزن على وزن، حط كل الأوزان وما زال الماتور شغال. قال لك لا بدي أعمل الاختبار أصعب، فشال حوض الزيت كامل، وجد إنه لسه الماتور شغال وصوت الماكينة كثير نايم، رغم إنه كان الصوت على الزيت العادي. فقرر يصعب الموضوع كمان وكمان، فزاد فوق الزيت الموجود زاد مي على الزيت، يعني زي كأنه بيحكي للماتور أنا خلطت لك مي وزيت، ماتورك خرب، أنت حاطط إيزي باور وماتورك خرب وحط وخلط مي وزيت. فطلع النتيجة ما زال الماتور شغال وما زال المحرك يعمل، وبرضه صوت الاحتكاك لسه خفيف. نستنتج من هذا الموضوع انه هذا المنتج فعليا بيعمل اشي كثير قوي بقلل الاحتكاك. انا حاليا وصلت على باب الوكالة، وكالة فورد، بدي انزل اجيب زيت للماتور ونروح نبلش تجربة. وهسا بعد ما شرينا الزيت متوجهين حاليا على الشاب اللي بده يغير لنا زيت عشان نبلش تجربتنا. 5.5 كيلو هي بتاخد، فعليا رح نحط لها 5.25 كيلو. ليش 5.25؟ لانك بتشيل كمية الاكسترا باور من كمية الزيت اللي المفروض تحطها بالماتور. فهو هاي العلبة عبارة عن 500 مل، كل سيارة بتاخد 250 مل فقط، فاستهلكنا نص العلبة زي ما حكينا، وضل النص الثاني اللي احنا بدنا نحطه بالفورد الهايبريد ل 2010. خليكم معنا عشان نبلش نغير زيت ونبلش تجربتنا. طبعا زي ما وعدتكم هاي ال 2010 بدنا نسمع هسا صوتها. شغل هذا صوتها قبل ما نغير زيت او نحط ايزي باور. طبعا السيارة حاليا شغالة بدون ايزي باور، بدون اي غيار زيت جديد على الزيت القديم. خلينا نغير لها زيت ونشوف بالضبط شو راح يصير. خليكم وهي بلشنا تغيير الزيت. طبعا حاليا قاعدة بتنزل زيت زي ما انتو شفتوا، لازم تصفي على الاخر، يعني ولا نقطة زيت تضل، عشان لما نيجي طبعا الفلتر لازم يتغير، عشان لما نيجي نحط زيت نيجي نحط زيت نظيف ما في اي شوائب، اموره تكون 100% صحيحة، ولما نحط الايز باور ياخذ مفعوله 100% بدون اي شوائب. نتركها تصفي من 5 ل 10 دقائق، نغير فلتر ونغير كل شيء. خليكم معنا. وهي مبدئيا الاشياء اللي راح نستخدمها، زيت موتور كرافت سنتاتيك بلند موتور اللي اشتريناه من الوكالة، فلتر زيت اللي هو هنجست الماني بحسه احسن من الموتور كرافت، وبالنهاية راح نحط علبة الاكسترا باور زي ما حكينا. هاي زي ما حكيت لكم في البداية تيستد باي فهد يونيفرسيتي، عملوا لها تيست. وهون برضو الاشياء اللي حكيت لكم عنها في البداية بيخفف من استهلاك الوقود من 3.5%، وانجن باور اوتبوت انكريزد ب 4.8، ويرلوس اوف بيرينج ريديوس نسبة الاحتكاك بنسبة 71%، وبيزيد العمر
تبع الماتور بالنسبة لي 80%. طبعا البروتكشن تبعه لغاية 20,000 كيلومتر. خليكم معنا عشان نغير كل شيء ونشوف شو الجديد. طبعا هاي غيرنا، هاي 2 4 5، المفروض احط نص بس حطينا ربع. ليش؟ عشان الايزي باور راح ينزل مكانه. هاي صوت الماتور بعد ما غيرنا الزيت بدون ايزي باور. صار السيارة تقريبا دقيقة ونص شغالة. حاليا راح نحط الايزي باور ونشوف كيف صوت المحرك بعد 2 تشغيل. هسه بدنا نحط الايزي باور. يلا، طبعا لازم تكون السيارة حامية نوعا ما لانه شغلناها قبل شوي، وندير الايزي باور ربع لتر. وانا حكينا انه هاي الجنينة 500 مل، هي نص لتر، احنا بدنا ربع، هي اصلا رايح نصها. هيا كان تقريبا صار لها دقيقتين السيارة شغالة. هاي صوتها الان. هيهدى كمان وكمان، اصور كمان 5 دقائق من تشغيل الموتور واطلع فيها مشوار ونعود نرجع نصور الصوت كمان مره. تمام، الان احنا غيرنا زيت وحطينا زيت اللي هو ايز باور. الان بدنا نصفر عداد الزيت، فبدنا نروح على سيتنج، على فييكل سيتنج برضو، وبدنا ننزل على الاويل لايف. طبعا الاول لايف انا بالعاده نصفره 70 لانه بنحط فولي سينثيتك، بس المره هاي بدنا نحطه 50%. بدنا اياه 50% لانه مش اللهم صل على سيدنا محمد، مش فولي سينثيتك. طيب الان بدي اعمل تشيك سيستم عشان اشوف انه الاويل لايف تغير، صار 50%، كل شيء اوكي تمام. عمال بشيك على السياره بشكل عام. والآن بدنا نطلع لفة بالسيارة ونرجع ونسمع صوت الماتور بالضبط شو صار فيه بعد ما حطينا الزيت الايزي باور للسيارة. الآن احنا مشينا تقريبا 3 كيلو، اغلبهم كان طلوع عشان نشغل موتور البنزين باكبر قدر ممكن. زي ما انتم شايفين استهلاك الوقود ضارب في العالي. فهسه بعد ما مشينا 3 كيلومتر تقريبا على العداد اللي صورناه قبل شوي، بدنا نسمع صوت الماتور. خلينا نسمع صوت الماتور مره. طبعا هذا كان بعد ما مشينا 3 كيلومتر، صوت السياره نعم، كل الامور صارت تمام، ولكن عشان نحس بمفعوله بالاداء وبالبرفورمانس لازم نمشي من 500 ل 1000 كيلومتر. انا خلال اسبوع لاسبوعين حمشي هدول ال 500 كيلومتر وراح ارد لكم خبر واصور فيديو جديد واحكي لكم بالضبط شو انطباعي بالنسبه لموضوع الهايبرد مع ايزي باور. يعطيكم العافية وشكرا لكم للي وصل لنهاية الفيديو. لا تنسى لايك وتعمل شير وسبسكرايب. هاي المادة اللي حطيناها بالسيارة، وراح احط لكم بيج تبعتهم بالوصف للوكلاء تبعتهم بالاردن للي حاب يشتري. طبعا هذا لا دعاية ولا شيء، حتى هم نفسهم ما بيعرفوا اني انا عم بعمل هذا الفيديو، ولكن الافادة لانه انا استخدمتها زي ما حكيت في سيارات قبل وكانت النتائج جدا رهيبة. شكرا لكم ويعطيكم العافية. لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب عشان الكل يستفيد. في امان الله، محمد جغبيل.